بس فيديو أوضح لكم كيف البلاسنتا بتتكون. هذا البيبي ذا حينه حصل له امبلانتيشن في الاندوميتريوم. طيب دخل في الاندوميتريوم السيتوتروفو بلاس والسنتيتروفو بلاس زي ما احنا متعودين. اهو بيوريك كيف السنتيتروف بلاس الذي خلايا هلامية هتفرز انزيمات عشان تدخل اكثر واكثر اكثر واكثر لا وسط الاندوميتريوم. لما خلاص تدخل وسط الاندوميتريوم هيبدا في السنسيتيوتروف بلاس. ما هي السنسيتيوتروف؟ الطبقة الخارجية اهو اللاكونة، اللاكونة الفراغات الابيض، اللاكونة هذه دخل فيها الماترنال بلد، دم الام يدخل وسط اللاكونة. اهو بيوريك كيف ان دم الام بيكون في حتت في السنسيتيوتروف بلاس. اذا احنا عندي الاكسترا امبريونيك ميزوديرم والسيتوتروف بلاس والسنسيتيوتروف بلاس وهذا كديسيدوا بزالس. طيب هيبدا السنسيتيوتروف بلاس يطلع بروسيس يعني زي هكذا يعني تفرعات اسمها برايمري فيلاي. هذا البرايمري فيلاي هيدخل وسطها السنسيتيوتروف بلاست، فلما يدخل السنسيتيوم بنسميها سكندري فيلاي. هيدخل بعدين في اخر شيء دم الابن، لما يدخل دم الابن بنسميها ايش؟ ترشري فيلاي. هذا بعدين السيتوتروف بلاست هيخرومين السنسيتيو ويعمل سيتوتروف بلاستيك شيل. هذا الستم والانكورشينج يعني هذا الستم الذي العمود والذي متفرعات اسمين ايش؟ فلوتينج او ابزوربينج. طيب هذا عندي الامبليكال كورد بتاع البيبي ماسك للبلازنتا اهو. في عندي امبليكال ارتري الذي بيروح للام ياخذ الاكسجين منها بعدين يرجع الفي. اهو البلد دخل وسط الفيلاي وبيوريك دم الابن دم الأم كيفه في النص. هذا دم إحنا وسط دم الأم المفروض، دم الإبن نوضك داخل الفيلاي مش شو خارج الفيلاي، خارج الفيلاي دم الأم. طيب رجعنا للأمبليكال كورد أهو الفين يرجع الفين ياخذ الدم من الأم وقد فيه أكسجين. خلاص ذا حينه الأم برضو نفس الشيء أهو البلاسنتا من خارج شوف كيف شكلها زي الكوتيلدون زي الارتفاعات والانخفاضات.